سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين. هذه الحلقة نناقش فيها خطورة استغلال ميليشيات الحوثي للطلاب والأطفال في المراكز الصيفية. حالة استنفار تعيشها المدارس والمساجد الواقعة في نطاق سيطرة ميليشيا الحوثي، متابعة حثيثة وعلى كل المستويات لضمان انتظام عشرات الآلاف من الأطفال وطلاب المدارس في المراكز الصيفية التي أعدت لها الجماعة السلالية بشكل أقوى من ذي قبل. ميزانية تقارب نصف مليار ريال وربما أكثر لإدارة وتسيير نحو أكثر من 3000 مركز صيفي، سيق إليها نحو ربع مليون طفل وطالب غالبيتهم تحت سن 18. في صنعاء مثلا افتتح الحوثيون قرابة 500 مركز صيفي، وفي حجة أكثر من 300 مركز، بينها مراكز مقفلة أشبه بمعسكرات الإعداد الحربي. في عدد من هذه المراكز يحضر إليها الطلاب بزي شبه عسكري، ويعني هذا الزي يعتبر شبه بالزي العسكري الرسمي، ويتلقون أفكار حوثية بتركيز ممنهج، وتعد هذه أكبر عملية تجنيد طائفي تشهدها اليمن. إذن ترى ما خطورة ذلك وما الذي يجب فعله للتصدي لهذه الأعمال؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيوف حلقتنا لهذا اليوم. سيكون معنا من تعز عبر الأقمار الاصطناعية رئيس منظمة سياج السيد أحمد القرشي، ومن الرياض الخبير التربوي الدكتور حسن القطوي، ومن الهند سيكون معنا مستشار وزارة التربية والتعليم الدكتور مصطفى عبد الرحيم. إذن أبدأ بالترحيب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية. سيكون معنا من تعز رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة السيد أحمد القرشي. سيد أحمد، أسعد الله مساك بكل خير. أسعد الله مساءكم، أهلا وسهلا بك وبالسادة والسيدات المشاهدين جميعا. أهلا بك سيد أحمد. نتحدث اليوم عن ظاهرة استغلال الأطفال وطلاب المدارس في المراكز الصيفية بطريقة سلبية، ما يعني يصل إلى نشر أفكار طائفية وتعزيز هذا الأمر، وربما هذا العام ما شهدناه بشكل أكثف وصرفت ميزانية طائلة في هذا السياق. كيف تنظرون لهذا الجانب؟ بداية، الاعتداء على العملية التعليمية يعتبر من الاعتداء الممارسات يعني المتعارضة مع اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات حقوق الطفل، وتعتبر المدارس والمصحات والأماكن أماكن الخدمات الخاصة بالأطفال من الأماكن المحرمة دوليا الاعتداء عليها. هذه مشكلة كبيرة الآن، مسألة الاعتداء من قبل الجماعات المسلحة على المدارس، على العملية التعليمية بشكل عام أيضا. يعني ليست الاعتداءات فقط على المدارس تكمن في استهدافها وقصفها بالطيران أو بتفخيخها بالألغام، وإنما أيضا المسألة تتعلق أيضا بمشكلة أيضا سوء إدارة العملية التعليمية، التدخل في المناهج الدراسية، يعني الحشد الطائفي أو الحشد الحزبي أو الحشد المناطقي أيا كان، هذه كلها من المشكلات الخطيرة ضد الأطفال. نعم، إذن ابقى معي سيد أحمد، سأعود إليك بعد قليل، وأذهب الآن لأرحب بضيفي من الرياض الدكتور حسن القطوي مستشار بوزارة التربية والتعليم. دكتور، أسعد الله مساك بكل خير. مساكم الله بالخير، واهلا وسهلا بك اخي الكريم وبضيوفك الكرام وبالمشاهدين والمستمعين. اهلا بك دكتور، لعلك تتابع ما يحدث في مناطق سيطرة الحوثي مع تزامن العطلة الصيفية هناك هذا العام، كما يعني ترد المعلومات من هذه المناطق بان هناك عمل حثيث ويعني عمل مكثف في مسألة يعني إنشاء المراكز الصيفية ونشر وتعزيز الأفكار الطائفية في أوساط الأطفال والطلاب. يعني كيف يمكن وصف ما يحدث؟ أخي الكريم، بالنسبة لما يحدث في اليمن فهي عملية تجريف لل
العقول اليمنية ومحاولة طمس الهوية اليمنية وأدلجتها بأفكار مريضة ومتطرفة تتبع لهذه الجماعة، جماعة الحوثي. ولا شك بأن هذه الجماعة سعت ومنذ زمن بعيد، كما كان يعني أسلافهم في الماضي يلعبون على مسألة الأفكار الطائفية والأفكار العنصرية والسلالية، ويشنون من أجل ذلك الحروب الطويلة، وأدخلوا اليمن في حروب لا طائل منها، يعني أدت إلى حياة اليمنيين، جعلت حياة اليمنيين وحولتها إلى جحيم. هم الآن يحاولون أن يمسخوا بعقول الطلاب لأنهم أعداء للعملية التعليمية وأعداء للعلم. نعم. ومع ذلك يحاولون فرض أفكارهم بالقوة، ويستغلون الفراء الحاصل في صفوف الطلاب والشباب، فيحاولون يملؤون هذا الفراء بأفكارهم العنصرية، ويسعون جاهدين إلى إقامة مثل هذه المراكز الصيفية، وينفقون عليها الأموال الطائلة بعد أن حرموا المعلمون والتربويون والأكاديميون وكل من يعملون في العملية التعليمية، حرموهم من مرتباتهم لمدة 3 سنوات. إذا بهم يسعون في مشروعهم لهدم العملية التعليمية والقضاء على ما تبقى لليمنيين من ثقافة التسامح وثقافة التعايش التي استمر عليها اليمنيون طوال يعني عهد الثورة المباركة سبتمبر وأكتوبر. نعم. لكن دكتور يعني أنت وصفت نقطة مهمة هنا في مسألة أنه يعني هناك نوع من الإكراه في مسألة يعني الذهاب بالأطفال إلى المراكز الصيفية. هل تنظر إلى الأمر بالفعل بأنه إكراه، أم أنه يعني اليوم تسايرا مع الأمر الواقع ومع يعني فرض الميليشيا سيطرتها على العديد من المحافظات في الشمال اليمني، بالتالي أصبح مسألة أن يذهب الأطفال إلى هذه المراكز يعني لم يعد خيار الإكراه وارد، وإنما يذهبون طواعية؟ لا شك بأن موضوع الإكراه يعني حاصل على البعض، ولكن الغالبية قد بدأت تتماهى مع هذا المشروع، وهذا موضوع خطير جدا. أن تعطل العملية التعليمية وأن يحصل المجتمع أن يصل إلى مرحلة الرضا بهذه الأفكار، وإن كان الحوثيون يعني كما قرأت اليوم يحاولون أن يبالغوا كثيرا في قضية من تم انتسابهم إلى هذه المراكز الصيفية، وأنهم قد بلغوا أكثر من 200,000، وهذا كلام غير صحيح وغير منطقي، لأنه بحسب الإحصاءات والمعلومات التي لدي أن عدد المراكز يعني في حدود 100 مركز، ويعني يختلف العدد يعني من مركز إلى مركز. لكن في المقابل فهو عمل خطير وعمل منظم، فإن كانت أمريكا تتواطأ مع الحوثيون، وإن كانت الأمم المتحدة تعمل على يعني زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، فهذا موضوع خطير. يعني نلاحظ التواطؤ الحاصل من قبل مبعوث الأمم المتحدة الأول ثم الثاني ثم الثالث، وإذا بهم كلهم لم يتعاملون برفق ولين مع هذه العصابة الانقلابية. وما نلاحظه اليوم من تمدد ومن أعمال غير مسبوقة في قضية أنهم حتى على مستوى اللاجئين يحاولون أن يوطنوهم في المناطق التي يسيطر عليها جماعة الحوثي، من أجل أن تؤدلج هذه الآلاف من اللاجئين الأفارقة، من أجل أن تؤدلجهم وأن تحولهم إلى مشروع إيران، وأن يتحول شمال أفريقيا إلى مشروع مؤدلج. وهذا موضوع خطير ينبغي التنبه له، فالحوثيون هم أداة، ومن يعمل معهم في هذا الجانب. طيب دكتور يعني ربما الحوثي قلتها بتواطؤ دولي، ماذا يعني أن الأمم المتحدة يعني الحوثي والمشروع الذي يتبناه يعني بات معروف للجميع. دكتور الحوثي وما يتبناه يعني بات معروف لدى الجميع، لكن في هذه القضية ألا تعتقد بأن الحكومة الشرعية هي من يتحمل المسؤولية الكبرى
عما يحدث في هذه المحافظات، يعني كما نجد بأن يعني المواطنين باتوا يتماهون مع يعني مشروع الحوثي في مسألة الذهاب بالأطفال إلى المراكز الصيفية، وأيضا العنجهية التي يمارسها الحوثي بفرض ذهاب بعض الأطفال بالقوة إلى هذه المراكز، ربما يعني 5 أعوام ولم يحسم شيء في هذه المحافظات. ألا تتحمل المسؤولية الكبرى الحكومة الشرعية فيما لحق بالناس في هذه المدن؟ لا شك في ذلك بأن الحكومة الشرعية تتحمل المسؤولية كاملة، وأنها من قصرت في هذا الجانب. ونحن ننادي منذ 4 سنوات ونطالب بأن تقوم الحكومة الشرعية بواجباتها، ومع ذلك فهي تتخلى عن واجباتها، وكل يوم يعني نفاجأ بكارثة جديدة تحل بالشعب اليمني. كم نادينا بتسليم الرواتب للمعلمون وللأكاديميون من أجل أن يؤدوا دورهم ومن أجل أن لا يكونوا رهينة بيد الحوثيين، ولا مجيب. كم نادينا بأن تتحرك الحكومة الشرعية لتبني هذه الأفكار وأن تقيم مثل هذه المخيمات ومثل هذه الأنشطة للشباب، ومع ذلك يعيشون في سفات عميق وفي تقصير واضح من قبل الحكومة الشرعية التي لم تقم بواجبها في المناطق التي هي محررة. ومع ذلك يعني المنظمات الدولية تتعامل مع من هم في أرض الواقع، ودليل على ذلك ما حصل وما يتداول الآن حاليا، بأنه حتى لمسألة اللاجئين ذهبوا ليوطنوهم في محافظة إب، ما يقرب من 40,000، يعني يسلم الحوثي يسلم لهم أرضية في هذه المنطقة، وهذا موضوع خطير جدا أن يسلم اللاجئون ويدعموا وأن يسلموا لهذه الميليشيات، فهذا يدل على هي قضية خطيرة. وإنما يعني هذا موضوع آخر يجب بالفعل التركيز عليه، ولكن دكتور سأعود لأكمل حديثي معك، ولكن سأذهب الآن لضيفي الذي عاد إلينا عبر الهاتف، السيد أحمد القرشي، لمشكلة بالأقمار الصناعية، ولكنه سيواصل معنا عبر الهاتف. مرحبا سيد أحمد، يعني لو أتينا بالحديث في الوضع المثالي والمستقر، يعني لو تحدثنا في هذا الجانب، كيف يمكن استخدام المراكز الصيفية لما يعود بالنفع على البلد؟ أساساً المراكز أو فكرة المراكز الصيفية في كل بلدان العالم هي مكمل للمنهج الدراسي، مكمل للتربية الوطنية، لتنشئة الأطفال والشباب والمراهقين بحسب الفئات العمرية. فنجد مثلاً يعني تكون هناك مراكز صيفية يتم فيها وضع يعني منهج تربوي، منهج تعليمي، يكون من شأنه أن يوجه ميول واهتمامات وتطلعات الأطفال والشباب والمراهقين، وهذا يجب أن يكون من منظور الدولة ومن منظور توجهات الدولة بشكل عام، وليس من منظور جماعة أو فئة أو حزب سياسي أو ما إلى ذلك. هذه تعتبر محرمة، يعني أن يتدخل أي طرف خارج مؤسسات الدولة في يعني عملية تعليمية أو العملية المكملة لها أو عملية التحشيد العسكري أو الحربي أو ما إلى ذلك. نحن ندعو جميع يعني ندعو جماعة الحوثي إلى أن يعني تراجع يعني أدائها فيما يتعلق بهذه المسألة في العملية التعليمية. يجب أن تكون العملية التعليمية عملية وطنية بعيدة عن أي تحزبات أو أي تجنحات، سواء كانت سياسية أو مذهبية أو على أي شكل كان. ما يحدث الآن في التعليم في اليمن بشكل عام، وليس فقط في المناطق التي لا زال يسيطر عليها جماعة أنصار الله، هي مسألة خطيرة، يعني مسألة يعني انهيار شبه كامل للعملية التعليمية في اليمن. نحن حذرنا منذ وقت مبكر من ذو العام 2015 من يعني أن انهيار العملية التعليمية سيضاعف من مشكلة اليمن، وسوف يؤدي إلى مشكلات أخطر مما نحن فيه الآن. إذا كانت اليمن تعيش حالة من الحرب والتشظي وحالة من الانهيار لمؤسسات الدولة، وهي يعني
في ظل جيل تلقى قدر من التعليم وقدر من التربية والتنشئة الوطنية، فكيف سيكون حال اليمن عندما تصبح يعني يصبح الجيل الموجود الآن الجيل الذي لم يجد حقه من التعليم وتم حرف مساره الفكري والسياسي إلى مسارات بعيدة عن العملية التعليمية الوطنية؟ نحن أمام كارثة حقيقية، والكارثة لن تكون فقط على اليمن ولكنها ستكون على اليمن وعلى دول الخليج وخاصة السعودية وعلى الملاحة الدولية عندما تصبح اليمن بلد يعني فيها يعني الغالبية من جيلها القادم هم غير متعلمين، أنصاف متعلمين أو أميين أو أشخاص يعني على قدر من التنشئة ذات البعد الطائفي أو المناطقي أو كذا. نحن أمام مشكلة خطيرة إذا لم يتم تدارك هذه المسألة من يعني بشكل يعني أساسي وتقديم الحلول. نحن للأسف الشديد، وأنا أتحدث عن الحكومة بأنها يعني تصرخ في 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 آخر المطاف، يعني لا تؤدي دورها كما قال الأخ المستشار قبلي، لا تؤدي دورها ولا تقدم الحلول الإيجابية التي تضمن إلى حد ما استمرار العملية التعليمية في أداء مهمتها ولو بالحد المعقول يعني أو المقبول. ثم عندما تحدث مثل هذه الإشكالات نجد الحكومة يعني تصرخ وتستغيث ويعني تحتج. هذه ليست سياسة، نحن 4 سنوات وهذه الخامسة رواتب المعلمين لا يتلقونها، الكثير من المعلمين نزحوا من مناطقهم، الكثير من المدارس قصفت وهدمت، المناهج الدراسية تم التلاعب بها. هذه مشكلة خطيرة جدا، نحن أمام يعني تحدي للمستقبل، تحدي على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الأمني وعلى الصعيد السياسي والثقافي والاستجتماعي، نحن أمام كارثة يا أستاذ. نعم سيد أحمد، لو نعم. لو ركزنا على نقطة المراكز الصيفية بشكل عام، هذه الفكرة بأساسها هي هادفة لو فهمت أو عمل بها بالمفهوم الصحيح، لكن واقع هذه الفكرة على مستوى بلادنا كيف تنظر إليها؟ ألا تجدها مستغلة إلى حد كبير سواء من ميليشيات أو حتى من الدولة نفسها في توجيه يعني الأطفال والطلاب باتجاه معين سواء حزبي أو سواء ولاء لحزب الحاكم أو ولاء لجماعة أو لحزب معين؟ ألا تجد هذا الأمر طاغي على هذه الفكرة بشكل عام على مستوى بلادنا ومنذ فترة سابقة؟ نعم، لنكون منصفين أن عملية توجيه النشء والشباب لم تكن وليدة جماعة الحوثي، ربما جماعة الحوثي لأنها في حالة حرب وهناك يعني تركيز إعلامي وحقوقي يعني أظهرت هذه المشكلة، لكن مسألة المراكز الصيفية كانت تتم من قبل جماعات ومن قبل يعني أحزاب سياسية ومن قبل يعني أشخاص يعني قد لا يكونوا مرتبطين ارتباطا وثيقا بمنهج الدولة. حتى الدولة فيما سبق يعني أو الحكومة فيما سبق حتى قبل الحرب يعني في ظل عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح كانت هناك مراكز صيفية تربي النشء والشباب على الولاء للحاكم وعلى الولاء للرئيس، وكانت هناك من يربي على الولاء للإصلاح، وهناك من يربي على جماعة يعني الزيدية والآن جماعة الحوثي. نحن أمام مشكلة خطيرة جدا، استهداف العملية التعليمية وعدم وضعها في نصابها وفي إطارها الصحيح بحيث تكون عملية تنشئ الجيل والشباب تنشئ بعيدا عن أي طائفية أو مناطقية أو حزبية، هذا تحدي خطير جدا تم تأسيسه من السابق والآن يمارس على نطاق واسع وبشكل كبير جدا وبشكل مستفز. نحن ضد هذه الممارسات جملة وتفصيلا من أي طرف كان سواء الآن أو فيما سبق، وندعو الجميع إلى أن تكون العملية التعليمية وإلى أن يكون الجيل النشء والشباب يعني بعيدا عن التطييف، بعيدا عن الـ 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 يعني الـ 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 العنصرية المذهبية السلالية. هذه كوارث يتم تأسيسها، هذه يعني يتم تفخيخ المستقبل بشكل يعني رهيب. نحن نحذر بشكل يعني واضح من أن ما يحدث الآن في اليمن في العملية التعليمية، ما يحدث أيضا من تجاهل لمؤسسات التربية والتعليم سواء على مستوى البنى التحتية أو على مستوى الوسائل أو على مستوى المناهج الدراسية أو على مستوى توفير الكوادر البشرية كمعلمين وإداريين وغيرها، هذا الإهمال الخطير والكبير جدا هو يسهم بشكل وآخر في يعني استمرار اليمن في هذا النزيف وفي تفاقم هذا النزيف الاجتماعي والنزيف الأمني والنزيف الاقتصادي. نحن أمام بلد تنهشه الحرب منذ سنوات وليست فقط من العام 2015، نحن يعني في حرب متواصلة منذ العام 2004 وإن كانت محدودة من الناحية الجغرافية ولكنها اتسعت منذ العام 2014 لتشمل مناطق كثيرة، لكننا في المستقبل وبسبب السياسات التي تمن يعني تمارس على العملية التعليمية نحن أمام مشكلة خطيرة وأخطر مما نراه اليوم بكثير، وسيكون يعني الجيل القادم أمام تحدي والحاضر أيضا أمام تحدي خطير سوف ينعكس على الجانب الاقتصادي
هذه سيكون امامك يعني كتله بشريه غير منتجه، غير متعلمه، غير قادره على الاسهام في يعني عمليه التنميه والتعافي الذاتي واعاده الاعمار مستقبلا. وسنظل اليمن رهينه للتدخلات والقوى الخارجيه والقوى الداخليه المسيطره الى امد غير قريب يعني. وهذا ما لا نتمناه وما لا نحبذه، ونتمنى ان يراجع جماعه الحوثي وان تراجع القوى السياسيه الاخرى والجماعات الدينيه الاخرى التي تستخدم المدارس وتستخدم المساجد وتستخدم دور يعني التربيه والتعليم سواء كانت يعني ما فوق الاساسي والثانوي او ما دون ذلك، تستخدمها لاهداف ليست لها علاقه بالعمليه التعليميه والتنشئه الوطنيه التي تنشئ مواطنا يمنيا قادرا على ان يسهم في التنميه وان يسهم في الامن وان يسهم في الاستقرار وان يسهم في التعافي الذاتي وان يسهم في 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 في, في تقليل الخسائر الفادحه التي خسرها اليمن في كل النواحي للاسف الشديد. نعم، إذن تكرم البقاء معي سيد احمد، ونذهب الان لمشاهده هذا الاستطلاع واراء الناس عن خطورة استغلال الصيفية. نشاهد سويا تحاول استغلال كل ما يتاح أمامها من أجل تحقيق أهدافها، وإن كانت على حساب الفئات المستضعفة التي تعمل على تجنيدها، وهنا الأطفال الذين تستغل ظروفهم وتستغل أيضا ما تمر به البلد من حرب هم عملوا على إشعالها قبل 5 سنوات. اليوم الأطفال في العطلات الصيفية لا يجدون إلا الميليشيا التي تأخذ بهم وتعمل على غسل أدمغتهم وأفكارهم، ومن ثم أخذهم إلى جبهات القتال. حقيقة هذا الموضوع هو من المواضيع الذي يركز عليها الحوثي في تعميق الفكر الحوثي. نحن كفكرة لا نرغب في ذلك، ونعدها أيضا من الأمور التي تسحب الأطفال من المدارس إلى المتارس، هم يركزوا على ذلك. نحن نقوم فعلا في المراكز الصيفية، لكننا نكسب الأطفال معارف ومهارات وتعديل السلوك أيضا في المراكز الصيفية. استغلال الأطفال بشكل عام جريمة لا تغتفر، يجب أن لا يستغل الأطفال في أي جهة من الجهات سواء حربية أو دينية أو في أي جهة من الجهات. الطفل طفل، من حقه أن يلعب، من حقه أن يدرس، من حقه أن يتعلم، من حقه أن ينال الرعاية الصحية والاجتماعية، من حقه أن يعيش في أسرة. بالنسبة للمراكز الصيفية التي تقام في المحافظات التي تحت حكم الحوثي خاطئة جدا، المعتقدات التي فيها تدرس بشكل خاطئ، مبادئنا الدينية تغيرت، مفاهيمنا الدينية تغيرت، ذكر الصحابة والسلف الصالح الذي كنا يعني نعرف عنهم من زمان ونقرأ في كتبنا وفي تعاليمنا كلها تغيرت. المفروض أن تقف الدولة، أن تقف الجمهورية اليمنية بشكل عام، كل شخص يرى أن هذا الشيء غلط أن يقف ضده. إذن مشاهدين، هذه كانت آراء الناس، ونشاهد الآن أيضا نموذج لبعض الطلاب الذين استهدفتهم جماعة الحوثي في هذه المراكز الصيفية وكيف حولت أفكارهم. نشاهد سويا. مركز الصيفي، مركز الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، لكي نتعرف على قادتنا وقدوتنا ورموزنا. جئنا إلى هنا لكي نتعلم ثقافة القرآن وأن نرسخ النور والهدى في قلوبنا. نحن جئنا إلى هنا استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ولكي نتعلم الثقافة القرآنية الجهادية. نحن الطلاب الذي أتينا إلى هنا ونتعلم ونواجه أمريكا وإسرائيل، ونقول لهم لن تهزمونا بأي شك، ولا بطوائركم ولا بصواريخكم. يعني هذا تطرحه في إذن شاهدتم مشاهدينا كيف يتم غسل أدمغة الأطفال من خلال هذه المراكز الصيفية التي تعمل الميليشيا على تعزيزها وتكثيفها في خلال عطلة الصيف، وبالتالي يعني شاهدتم هذه النماذج وما هي الأفكار التي يعني غسلوا أدمغتهم بها. ونعود لضيفنا عبر الهاتف الدكتور حسن القطوي. دكتور، يعني لو تحدثنا عن
وزارة التربية والتعليم في هذا الظرف؟ نحن نعلم أن الظرف استثنائي، ولكن ما الذي فعلته أمام ما يفعله الحوثي في المحافظات الشمالية؟ أخي الكريم، قبل أن أجيبك على هذا السؤال، لدي بعض الملاحظات على ما ذكره الأخ أحمد، أختلف معه قليلا في موضوع أننا أن نساوي ما يحصل الآن بما كان يعني موجود سابقا. هذا موضوع يعني فيه حيف كبير وفيه تجني كبير على من كانوا في السابق، سواء النظام السابق او غيره. فالمناهج هنا دكتور، يعني ساضطر انا للتوضيح بدلا عن الاستاذ احمد، وايضا هو موجود، ولكن يعني ما اراد قوله انا اعتقد ذلك بشكل كبير، هو لا يتحدث او لا يساوي ما بين فعل الميليشيا، فعل الميليشيا لا يقارن ولا يساوى، لكن نحن ايضا نتحدث عن فكره المراكز الصيفيه، هي تستغل بشكل كبير في السابق، يعني لا توجه باطارها الصحيح. ربما لو أعدنا النظر في مراحل سابقة لوجدنا ذلك. لو سألنا أخي الكريم، يعني هل ونحن عشنا هذه المرحلة منذ السبعينات والثمانينات وما بعدها، لو سألنا أنفسنا هل فعلا سمعنا يوما من الأيام يعني طالب من المراكز الصيفية يتكلم كما يتكلم الآن الطلاب الصغار وهم يتكلمون؟ لا، هو لا مجال للمقارنة، هو لا مجال للمقارنة دكتور. فهذه فأنا أقصد أنه قضية توحيد الرؤى وتوحيد، وأنا مع الأخ أحمد فعلا أنه توحيد الرؤى، وهذه عملية مقدسة لا ينبغي المساس بها من أي حزب سياسي أو جماعة سياسية أو جماعة دينية أو أيا كان سلطته في هذه في هذا البلد. يجب أن تكون الثوابت الوطنية هي التي تحكم هذه المناهج، وهي التي تحكم الفكر، حتى نخرج بجيل موحد الرؤى. قد نختلف يعني في بعض الفهوم، لكننا نخرج موحدين الرؤى. فالذي يدرس في المهرة يلتقي مع الذي يدرس في الحديدة، يخرجون برؤى واحدة وبتصورات يعني وطنية واحدة، وهذا ما ينبغي أن نحافظ عليه. أما ما يحصل الآن من تعدي سافر من قبل هذه الميليشيات فهو لا وجه للمقارنة في ذلك. هو لا وجه للمقارنة أكيد، لكن والتعليم. نعم تفضل. أما عند وزارة التربية والتعليم فهي يعني تعاني الشيء الكثير بالنسبة لإمكاناتها المحدودة، لم تستطع توفير الكتب الدراسية، وهذه معضلة ومشكلة كبيرة. يعني كما سمعت وكما قرأنا وكما طلعنا أن محافظة تعز كمثال لم تستلم من المنهج إلا 10% العام الماضي، ونحن نقول هذه الكوارث وهذه المآسي يجب علينا أن نبحث لها عن حلول، لا أن تظل الوزارة تتفرج وتعمل بما هو متاح. يجب على الحكومة الشرعية أن تولي هذا الجانب اهتمام كبير، وإلا لماذا تدعي أنها حكومة شرعية، ولماذا نقلت البنك المركزي إلى عدن بالضبط. ولماذا تتحمل المسؤولية وهي في نهاية المطاف يعني لا تستطيع أن تقدم شيئا للمواطنين، ولا تقدم شيئا للعملية التعليمية، ولا تقدم شيئا للأجيال. هذه كوارث تصيب الأجيال، علينا أن نتنبه لخطر هذه المأساة. قضية التعليم هي قضية خطيرة جدا، سنأتي ونفاجأ في بعد عام عامين ثلاثة أعوام وإذا بنا بجيل يعني لا يفقه شيئا كما ذكر الأخ أحمد، ولا يستطيع أن يساهم في العملية التنموية، ولا يستطيع أن يجد لنفسه العمل المناسب، وهذا ينعكس على الحياة العامة بشكل عام. وزارة التربية والتعليم. إذن دكتور نستطيع القول الآن، نستطيع القول الآن دكتور بأنه يعني لا نستطيع اليوم التحدث عن الحكومة في مسألة أنها لا تقيم المراكز الصيفية، أو أن يجب أن نتحدث في مسألة أنه أين هو دور الحكومة في مسألة إعادة العملية التعليمية لوضعها الطبيعي. بالضبط هذا هو المطلوب، يعني قبل أن نطالبها بفتح مراكز صيفية ونحن نعرف ماذا تعاني منه، ولم توفر حتى الرواتب للمعلمين والأكاديميين، بل استطاعت أنها تعطي للقضاء الذين يصدرون الأحكام في حق المعلمين والسياسيين والتربويين والأكاديميون، ويعني تصرف عليهم رواتب وهم يصدرون أحكاما جائرة في حق أبناء الشعب وشرفاء العملية التعليمية في اليمن، وهو وآخرها ما تم إصداره من حكم على 30
يعني بشر من ضمنهم الأكاديميون والتربويين وغيرهم. نعم. هذه إذن الإشكالية يجب على الحكومة الشرعية أن تراجع فيها وأن تتنبه لقضية العملية التعليمية وأن تعمل جاهدة على توفير المرتبات للمعلمين في جميع أنحاء الجمهورية، لأننا إذا لم نسحب هذه الشريحة من أيدي الحوثيين فإنهم سيستغلونها وسيفرضون آراءهم وأفكارهم العنصرية والتي عانينا منها طويلا. نعم. وعانى منها الأجيال السابقة وسنظل نعاني منها في المستقبل إذا نحن تركنا العملية التعليمية بدون أن يعني نوجد الحلول المناسبة، نوجد المرتبات، نوجد المنهج التعليمي، نوجد كل ما ينبغي للمعلم أن يستعين به في العمليات أشكرك التعليمية. دكتور. نعم، إذا أشكرك دكتور على تواجدك معنا وعلى هذا الإيضاح، شكرا جزيلا لك. دكتور حسن القطوي مستشار بوزارة التربية والتعليم كنت معنا من الرياض، وأعود لضيفي الرئيس منظمة سياج للطفولة السيد أحمد القرشي. يعني سيد أحمد، إذا ما تحدثنا عن دور الشرعية ربما وصلنا إلى نقطة مع الدكتور حسن في مسألة أنه يعني اليوم مطالبة الحكومة الشرعية بعمل مراكز صيفية يعني تعزز الجانب الوطني هو نوع يعني يواجه بصعوبة كبيرة، بالتالي يعني لو طالبنا اليوم يجب أن نطالب بإعادة أولا العملية التعليمية لوضعها الطبيعي. نعم. أولا المسألة ليست فعل ورد فعل، يجب أن تؤخذ المسألة في إطارها الطبيعي، وهو أن تكون هناك مناهج للدراسة وأيضا مناهج يعني العمليات المعززة لعملية تعليمية كالمراكز الصيفية والأنشطة والرحلات وغيرها، وتكون وفق منهج يتطابق مع الدولة. في الوقت الراهن أنا أقوله بكل صراحة لن يستطيع أحد أن يوجد حل على سبيل المثال لما يفعله جماعة الحوثي في المناطق الشمالية، لأنها هي جماعة التي لديها حكومة وتحكم المناطق الشمالية وأكثر المحافظات كثافة سكانية، المراكز والمدارس يعني شبه يعني الكثير منها مهدمة، لا تستطيع الحكومة الشرعية ولا غيرها أن 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 أن, أن تتخذ أي قرار في هذه المناطق، وبالتالي الحل هو أن تتوقف هذه الحرب بأي شكل كان. إذا توقفت هذه الحرب ووجدت حكومة يعني للبلد بشكل عام من سقطرى إلى ميدي، ووجدت يعني موازنة حقيقية للعملية التعليمية، ووجدت مراجعات على صعيد الإعلام وعلى صعيد التعليم وعلى صعيد المناهج أو الخطاب المسجدي والخطاب الحقوقي والإعلامي، نحن في هذا نستطيع أن نقول بأن ستكون هناك معالجة. لكن توقف الحرب على أي أساس؟ يعني توقف الحرب على أساس المناصفة. نعم. توقف الحرب على أساس المناصفة والحل السياسي بين الطرفين، بمعنى بأن الحوثي سيبقى يعمل بما يعمل عليه اليوم والطرف الآخر يعمل بجانب آخر، وبالتالي لا حل إلا بتغيير جذري واجتثاث. نعم. هذا الفكر. نعم. اسمعني، أنا لا أتحدث عن الآلية التي يتم بها إيقاف الحرب، أنا أقول إيقاف الحرب سواء كانت بحوار سياسي أو كانت بانتصار طرف على طرف أو كانت بأي شكل كان، أن تصبح البلد تحت إدارة واحدة وطنية موحدة لها رؤية ولها موازنة ولها يعني مؤسسات دولة تقوم بدورها وتقوم بدورها في إطار من التكامل، وسواء كان في التعليم أو الإعلام أو حقوق الإنسان أو غيرها. هنا نستطيع أن نوجد منهج يعني لإعادة ترميم ما مرته الحرب على صعيد البنى التحتية وعلى صعيد الفكر وعلى صعيد الجيل وعلى صعيد القناعات وعلى صعيد الأيديولوجيات أيضا التي تم بثها وتضخيمها يعني في هذه المرحلة. الحل لن يتم في هذه المرحلة حل يعني حقيقي وملموس من قبل الشرعية على سبيل المثال في صنعاء أو في تعز، أقصد في حجة أو في الحديدة أو في أماكن الأخرى التي لا زالت تحت جماعة الحوثي مثلا. نعم. كيف ستستطيع الحكومة الشرعية عندما نطالبها أنها تفرض مثلا يعني نظام معين؟ نحن أمام تحدي خطير جدا، هذا التحدي يجي يعني حلوله لن تأتي إلا في ظل توقف الحرب تماما وإيجاد يعني وتكون هناك حكومة لها القدرة ولها الآليات ولها المؤسسات التي تقوم بأداء دور يرمم هذه المشاكل وهذه الاختراقات. نعم. التي حصلت خلال الخمس السنوات الماضية بشكل واضح وفي السنوات الأخيرة بشكل. نعم. أوضح. طيب سيد أحمد، أما في المرحلة الحالية سيد أحمد أنتم يجب المحافظة على العملية. نعم. التعليمية أن تستمر،
أن يستمر المعلمون والمنهج المدرسي والمدارس في أداء مهمتها. نعم سيد أحمد، أنتم كجمعيات مهتمة أو يعني مختصة فيما يتعلق بالطفولة في هذه المرحلة وفي هذا الوضع، يعني ربما أعتقد أن هناك صعوبة كبيرة في أن تقدمون شيء يحد بما يحدث اليوم، هل هذا صائب أم أن بالفعل لديكم أشياء لا نعلمها؟ نعم، نحن حتى في الوضع الطبيعي وبدون حرب مهمتنا هي يعني جانب إسنادي لمؤسسات الدولة ومؤسسات الحكومة عفواً لأن تقوم بدورها، لكن في وضع الحرب هذه إذا كانت عاجزة الأمم المتحدة ودول الإقليم السعودية والتحالف العربي وغيرها من الدول التي لديها الإمكانات والموازنات يعني أن تؤدي شيء، فما بالك بمنظمات وجمعيات يعني وطنية يتم إقصائها من التمويل، يتم إقصائها من العمل، يتم يعني تصنيفها وفرزها بحسب يعني اتجاهات سياسية أو غير ذلك، ويتم أيضاً يعني تمكين المنظمات الدولية، ومنظمات دولية ليست أمم متحدة، هناك منظمات يتم ترخيصها في خارج اليمن ويتم يعني الاشتغال عليها لأنها تؤدي وظيفة معينة، وبالتالي المنظمات المحلية وحتى المنظمات الدولية في الوقت الراهن يعني لا تمتلك القدرة على أنها تحدث الفارق الكبير. الناس بالكاد الآن يقاتلون على من أجل يعني إيصال اللقمة، من أجل إيصال الغذاء، من أجل إيصال الدواء، من أجل إيصال خدمات الحماية. نحن أمام تحديات خطيرة جدا يا أستاذ في جانب التعليم، في جانب الوعي، في جانب الحماية، في جانب حقوق الإنسان، يعني تحديات خطيرة جدا، ولكن يعني لا يعني هذا بأننا نتوقف أو نحبط، نحن سنستمر كيفما كانت إمكاناتنا، سنؤدي دورنا مهما كانت يعني الصعوبات والتحديات، ونحن على يقين بأننا سوف نحدث فارق كبير. نتمنى لكم كل التوفيق، والمستقبل هو لنا، نتمنى لكم كل التوفيق سيد أحمد. الذين الآن يعني يدمرون ويفخخون مستقبل اليمن فليس لهم مستقبل. نعم أشكرك جزيل الشكر، نتمنى لكم كل التوفيق في منظمة سياج لحماية الطفولة. سيد أحمد القرشي كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. أرحب الآن بضيفنا سيكون معنا من الهند، سينضم لنا مستشار وزارة التربية والتعليم الدكتور مصطفى عبد الرحيم. دكتور أسعد الله مساك بكل خير. أهلا بك دكتور، يعني نتحدث اليوم عن مسألة المراكز الصيفية واستغلالها خلال فترة الصيف بتعزيز الجانب الطائفي، وهذا ما تقوم به حاليا ميليشيات الحوثي في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، يعني كيف تنظر إلى هذا الأمر خصوصا أنه تضاعف بشكل كبير وأنفق عليه مبالغ هائلة هذا العام؟ أخي الكريم، هذه الفائدة ورسالة اللحظة من البلد الأولى وهذه الإصابة الإنسانية القاسية تقوم بها هذه الممارسات أن كانت في بؤر صعدة. فعلا لقد تمشي هذه العصابة ما يبدو في الأساس على خطى حزب الله ونفس الاستراتيجية التي يمشي عليها الإمام الخميني، يعني الخميني هذه الاستراتيجية تمشي يعني مفادها هي تسخيف المجتمع، تغيير هوية المجتمع، تغيير ديموغرافية المجتمع. كي يتكون على إقامة مشروع الطائفي هذه ستكون في غاية الخطورة، طالما حصل كثير من المحللين السياسيين يستمعون للاجتماع منذ الوحدة الأولى لوجود هذه العصابة على أرض اليمن، أن المشروع الأخطر نوع التغيير الديموغرافي الذي تسعى إليه هذه العصابة الإجرامية لا يقوم مشروعها عليه فعلا، وهذه هي الاستراتيجية كما قلت، هي استراتيجية الخميني واستراتيجية حزب الله، لا يمكن أن يستقيم أو أن يكون هناك ديمومة لحاق لمشروعها الطائفي ما لم تسعى إلى تغيير هوية المجتمع، ما لم تسعى إلى تغيير الديموغرافي للمجتمعات. هذه القنابل الموجودة الآن تضعها هذه العصابة الإجرامية ليس خطورتها فقط على اليمن، أنا أقولها بكل وضوح، خطورتها سيكون على المنطقة العربية برمتها، خطورتها على المملكة العربية السعودية إن لم تستدعي دول التحالف العربي
إلا بالحق من معركة عسكريا، أقولها عسكريا، لن ينفع أي حل أو حلولا أو حلول استراتيجية إن لم تسعى دول التحالف العربي إلى الحسم العسكري لإنهاء هذه. طيب دكتور، دكتور من يتحمل المسؤولية الكبرى فيما لحق بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي؟ ربما يعني كل ما تأخر الوضع أكثر ازداد يعني عمل الجماعة في مسألة تعزيز الجانب الطائفي، وأيضا أفكارهم ومعتقداتهم تعزز بشكل كبير في هذه المحافظات. من يتحمل المسؤولية الكبرى في هذا الأمر؟ أنا أقول هذا بكل وضوح، يتحملها التحالف العربي، يتحمل الجزء الأكبر من الجزء الأكبر من المسؤولية، لأن التحالف العربي هو يدعي أنه يعني في هذه الحرب من أجل إنقاذ اليمن. الآن اليمن إذا لم يتم حتى المسألة عسكريا والحكومة على سيطرة الحكومة كل ربوع اليمن على أرضه في كل ربوع اليمن، لن يبدي مع هذه العصابة الأجنبية الإجرامية أي حلول قصية، لا حلول سياسية ولا غيرها. طالما حتى في هذا المشروع هذه الأوكار للأدوات الإجرامية ولا الأدوات الإجرامية للاستقلال. هذه الإدارة أفسدت ودمرت اليمن حاليا، ودمرت الماضي على تفكيكه في المستقبل. لن يكون الأثر ما تقوم به هذه العصابة الإجرامية. طيب دكتور دعنا نتحدث هنا بنقطة مهمة وبشكل واضح. يعني نحن نعلم أنكم في وزارة التربية والتعليم لا تمتلكون الدعم من الحكومة، وهناك تقصير كبير في عمل الوزارة والحكومة بشكل عام في جانب العملية التعليمية. إذا لم توفر أيضا يعني المناهج وتنضبط العملية التعليمية في العديد من المناطق والمحافظات، لكن دعنا ننظر إلى الأمر وبشكل واضح هنا. يعني في مسألة حتى يعني إذا وجدت خطط، هل تمتلكون خطط فيما مواجهة ما يقوم به الحوثي ولو حتى بالحدود الدنيا؟ يعني الحكومة التعليم الأستاذ أخي الكريم لا تمتلك أي خطوة لمواجهة هذا المشروع الطائفي، هذه الممارسة الطائفية حتى الآن لا تمتلك حتى مشروع، ما يمكن أو ما يعني بشكل يعني هناك في 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 هناك يوجد لدى الحكومة أو لديها القدرة. نعم. أشياء تتاح لها، ممكن أن تتمنع التوعية، ممكن أن تتمنع التوعية، ممكن أن تنفذ حملة توعية أقل شيء في المناطق التي تسيطر عليها، وأيضا في وسائل الإعلام يقع هناك مسؤولية مجتمعية على الإعلاميين، أيضا على وسائل الإعلام الحكومية وأيضا الأهلية وغيرها والخاصة، عليها مسؤولية وتوقع عليها مسؤولية أنها تقوم بحملات توعية. هذه الحملات التوعية توضح الناس لأولياء الأمور بخطورة هذا المشروع، بخطورة إرسال أبنائهم إلى مثل هذه الأوكار التي تصطادهم لترسلهم إلى محارق الموت. هذه الأوكار التي ستشوه الجيل، كيف أنت تخيل أخي الكريم 10 سنوات الجيل سيخلق أو تولد جيل مشوه، جيل طائفي، جيل مغذى بالإرهاب والعنف. هذا نحن امام امر خطير يجب علينا. طيب يا دكتور، يعني البعض يرى او يقول ايضا دكتور البعض يرى او يتحدث في انه يعني كيف للحكومه ووزاره التربيه والتعليم ان تواجه ما يقوم به الحوثي، او حتى يعني تعمل على انصاف الناس او الحفاظ على وضع التعليم في مناطق سيطره الميليشيا، بينما اساسا في مناطق سيطره الحكومه وفي عدن تحديدا وفي العديد من المناطق أيضا الثقافة الوطنية غائبة من بعض المدارس، وهناك توجيه في إطارات معينة من قبل المدارس والحكومة، وأيضا وزارة التربية والتعليم غائبة تماما عن هذا. كما قلت لك سابقا أخي الكريم، فعلا هناك الحكومة مغيبة عن هذا الموضوع. هذه الحرب الحقيقية، هناك الحرب العسكرية، وهذه حرب هي التي تنتهي بها ميليشيا الحوثي، لكن للأسف الشديد نجد أن المساء يعني الساحة خالية لميليشيا الحوثي، تعبت باليمن كما شاءت ولا يوجد هناك أي خطة
سواء للحكومة أو للتحالف العربي لإشهار هذه الممارسات. هناك أيضا الثقافة الوطنية مغيبة في الأماكن التي تسيطر عليها الحكومة، يعني ليست فقط الأمر في المناطق التي فيها الشرعية. أنا أقول بكل وضوح أن لدى الحكومة موصلة وزارة التربية والتعليم أيضا فيها ما يمكن أن تعمله هو التوعية في المناطق التي تسيطر عليها، كما التوعية الإعلامية في كل أبناء اليمن وفي كل فيصل هذه الحملات. أتمنى الحملات نعم. خطورة هذا المشروع، خطورة إرسال أولادهم إلى مثل هذه المراكز أو هذه الأوكار. أشكرك دكتور. أخي الكريم. نعم وضحت الصورة. نعم. فقط داهمنا الوقت، أشكرك جزيل الشكر مستشار وزارة التربية والتعليم الدكتور مصطفى عبد الرحيم، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا وصلنا بهذا القدر إلى ختام حلقة الليلة. أشكر أيضا ضيفي، كان معنا رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة السيد أحمد القرشي، والشكر أيضا لمستشار وزارة التربية والتعليم الدكتور حسن القطوي. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وفي الإعداد والتنسيق الزميلة إلهام عامر. حتى الملتقى، نترككم في رعاية الله. We'll be right back.